ولاتك كسروق وزيران كانيان ناتوان وديد صلاتكين تواوكن تاكو استا بستودو سروق وزيران لو ولات بونة قرباني على وجواي كردوا كبوستي سروق وزيران بخرابترين بوستي سياسي دابنريت بوستي سروق وزيراني باكستان موتكي جان كيشان لولاتي باكستان يكيق لخرابترين بوستكان ككسيكي سياسي وري بغريت بوستي سروق وزيرانا لكاتيك دا يكيق لبالاترين بوست سياسي كان وكاركشي بو او دقريتوا كبشيكي زور لسروق وزيرانا كاني باكستان اشتاو كردني وادي دا صلاتيان دا كجرانو لناو دبران بلام باب برسين بوچي دا كجرين لتشرين يكمي سال 1999 سربازاني سپاي باكستان با سواني وزگي تلفزيوني نشتماني اندكرت لإسلام آبادي پايتخت لوكاتي كجنرال برويز مشرف وتارك پشكش دكت رايدا جينيت ككودداكيان سركوتوبوا تواني ويانا دز بسر سروكاتي ولا تكدا بگرن بلام پيدا چيت مردن سياستكي باكستان بيت دوي ماويك يكمين سروك وزيراني باكستان دا كجريت اوانش لدوي او دا صلاتك دا قرن دست امان تشارنوسي عند بيت بشيوازي جيا جيا اوانش دا كجرين وقت يكشكاندني فروكا كيان ياخد تقاندنوي اوتومبيلا كانيان لباكستان تشوارجر كودتاي سركوتو انجام دراوا اروها بوماوي سيديا لجير دا صلاتي السربازي دابوا لدوي ورقرتني سربخويش اسلام آبات دوچاری چندین پیگدادانی سیاسی دبیتوا. لو نواندش دا، بیستو دو سروگ وزیران یک لدوی یک حل بجردن. بلام هیچ کامی کن، نه انتوانی، با تواوتی وادی دا سلاتکین برنسر. تنها جنرال سربازی کانیان نبن. لمانگی آبی سال 1947، لیاقات علی خان وگ یکمین سروگ وزیرانی پاکستان حل دا بجردت. بلام پیش اوی، وادي دا صلاتكي تواو بكريت دا كجريت امو كاتيكيش بنجي تاوان بو سپارا دا كيشت لدوي روجيق لكشتني علي خان خواجه نازم الدين وكسر وزيران دياري دا كريت لدوي اويش محمد علي بوغراو حسين الشهيد سهر ورديو بنظير بوتو كتاك جنبو بو او بوستا كسيان درنچونو همويان كجران جاقي سرنجا بنظير كتشي سروكي بيشوي باكستان بو بناوي زولفقار علي بوتو لدوي مردني باوكي لصال 1986 لقال هزي اوپوزيسيون دا قريتوا سرانجام بنظير سركوتن بدست دينت وك سروك وزيران بو دو جار هل دبشرتت دواتر بتاواني قندلي للاين باندي باكستاني اسلامي و بسروكاتي نواز شريف تاوان بارد كريو دزگیر دکت. دوای چندین سال، لصالی 2008، لعنت سرکی اوکات پرویز مشرف آزاد دکت. لکاتی گران ویدا، اتومبیل کیدا تقندریت او. 125 کس دبنا قربانی. برام در دکت. خوی لنا و اتومبیل کیدا نبوا. چن روزه، بیش کوتایی هتنی سالی 2008. اویش، با منشی وی سرک وزیران کنیتر. دکوجریتو، کوتایی. بجياني او سروق وزيرش ديت استا تو پيمبلي اي تو چشتيق لسر پاكستان دزانيت